ايه هو المايكرو نيدلينج؟ المايكرو نيدلينج طريقه من طرق السكين كير، الاهتمام بالبشره، بنجبر فيها البشره اللي هو الفيس، بقى هنتكلم عن الفيس، ان هو يصفي نفسه من اثار الحبوب او من اثار النمش او التصبغات على الطريقه الطبيعيه بجهاز اسمه الديرما بان. اللي بيحصل ان احنا بالجهاز الديرما بان بنلمس في جلد البشره، اللي بيحصل ان بيكون فيه التهاب. التهاب ده بنستفاد بيه من حاجتين، اول حاجه ان طبقه البشره اللي بتلتهب لما بحط عليه سيروم فيتامين البشره بتشربه على طول، بتقبله على طول، فبتستفاد بيه احسن من الوضع العادي. تاني حاجه ان الطبقه اللي بتلتهب في خلال ايام بتفصل نفسها عن الجلد، في الوقت ده جسمك بيجدد خلايا، يعني جسمك بيجيله الارم ان في التهاب بسبب النيدلز، فبيبدا يحفز الكولاجين والهيالورونيك اسيد بطريقه طبيعيه ويجدد الخلايا ويكون لك طبقه جلد بيور جديده ما فيش فيها اثار حبوب، ما فيش فيها نمش. البورس المسام بيكون فيه ضيق جدا، يعني الناس اللي بيبقى عندها التي زون هنا اللي بتعاني من المسام الواسعه، البشره الدهنيه بالتحديد اللي بتعاني من المسام الواسعه والرؤوس السوداء، يعني بتجيب معاهم نتيجه هايله جدا. النتيجه برضو يعني ملخصه، احنا بنرجع البشره للكواليتي، يعني او لجودتها احسن اللي تعبت بالظبط، يعني بترجع لها جودتها لان البشره تعبت بالظبط. طيب العمليه دي بتتم ازاي؟ يعني ده في جهاز اسمه ديرما بان. حلو. الجهاز ده على راسه بيبقى فيه زي ابر رفيعه. تمام. اوكي. الابر الرفيعه دي ممكن بسيروم، يعني بماده فيتامين مثلا، هنقول الكولاجين بتبقى موجوده عندي. حلو. بالكولاجين بنقطها على البشره وبمشي بالجهاز اللي هو اسمه الديرما بان في المنطقه اللي انا عايزه اعالجها، ممكن منطقه معينه او ممكن على الوش كله. المنطقه بقى اللي انت عايزه تعالجيها دي، اوكي، بيتضمنها النمش مثلا، البقع السوداء، البقع السوداء، اثار حبوب، الناس اللي كانت بتعاني من شب الحباب او حبوب عاديه وعالجوها وسايبه اثر. حب شباب. ماشي. وسايبه اثر، فانا عايزه اعالجها. كل الحاجات دي بتبقى في الطبقه السطحيه. حلو. يعني اي حاجه من الحاجات اللي الجهاز بقى ده بالفيتامين او الكولاجين او اي مكان بيتخلل الخلايا بتاعه البشره بتاعه الوجه. بيتخللها جوه. يعني ايه بيتخللها؟ يعني دلوقتي انت مسكتي الاختراع اللي انت بتقولي عليه. اوكي. ماشي. وابتديتي تشتغلي لي. اوكي. حلو. الماده بقى اللي موجوده دي بتنزل في البشره، بتنزل في البشره، يعني بتدخل جوه البشره بسبب ان احنا خلاص عملنا التهاب، احنا بنلتهب البشره. حلو. بنفتح المسام زي تقشير قصدك؟ يعني هو نوع من انواع التقشير. حلو. اوكي. ماشي. هو نوع من انواع التقشير. اللي بيحصل بعد الالتهاب، احنا لما بنحط السيرم ده المكنه بتخلي البشره تستفاد منه كويس جدا بسبب ان البشره ملتهبه. احنا مثلا نكون متعورين ندهن مرهم بسبب ان في جرح، جسمك بيستفاد منه كويس قوي، صح؟ فاحنا بنعمل ده مع البشره، بنخدعها كمان بطريقه انه في التهاب، جسمك بيجيله زي الارم، في التهاب في جسمك اوتوماتيك، بيعمل تنبيه بقى هو الجسم، بيفرز ماده الكولاجين كمان بطريقه طبيعيه، يعني فبتساعد على التفاعل الماده اللي انت حطيتيها بالظبط. واحنا كمان بنحفز الماده بتاعت مثلا الهيالورونيك اسيد اللي احنا بنعمل بيها مثلا شفايفنا او الجاولاين، احنا بنحفزها بطريقه طبيعيه جدا. احنا بنخلي جسمك انت، احنا بنضحك على جسمك، بنخلي جسمك انت اللي يحفزها. اللي يكونها. النتيجه بقى بتكون، النتيجه بتكون معانا على الشاشه. النتيجه معانا على الشاشه. النتيجة بتكون بشرة يعني صافية جدا، الخطوط الرفيعة اللي بتكون بسبب قلة شرب المية، عدم اهتمام بالتغذية الصح، عدم اهتمام بالبشرة، ما بنحطش مثلا كريم ليلي، ما بنحطش حماية من الشمس، ما بنشربش مية كفاية، بتحصل لنا خطوط رفيعة هنا حوالين البق وعلى منطقة القورة، بتكون دي برضو خطوط سطحية، يعني مش التجاعيد اللي بتكون سببها السن. مثلا واحدة عندها 60 سنة مثلا مش بتعالج التجاعيد دي، بتعالج التجاعيد اللي بسبب قلة الاهتمام، نقدر ان احنا نفرد فيها بسبب الحركات اللي احنا بنعملها واحنا بنتكلم، الضحك الزيادة،